السلام عليكم متتابعين قناة زين بوتين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الماسك نتاع الشعر، كيجي زوين بزاف وكيرطب الشعر بالنسبه اللي الشعر ديالهم حرش هكذا ولا خشين مجهد، يعني كيجي زوين بزاف كيرطبو. كنحتاجوا لهذه الوصفه، هذه معلقه ديال نسكافي، عندي بيضه هنايا، جوج معالق ديال العسل، نص ليمونه ولا سيترون، وواحد طاس ديال دانون ناتورال. غادي ندوز دابا نخلط. غادي ندير البيضه هي الاولى، ندير هذيك العسل. هاد الماسك زوين بزاف، انا كنديرو لبنتي لشعرها كل يعني كل حد كنديرو لها، ف يعني من السيمانه للسيمانه كديرو، كيجيها زوين في الشعر ديالها كيرطبو لها بزاف. كنعصر هاد الليمونه ولا الحامض، المهم كل واحد كي كيسميه. هكذا كنخلط كلشي، كنجيب معلقة وكنبدا نخلط الخليط مع بعضو بعض. اللي كان عندو الشعر مجهد بزاف يدوب المقادير. من بعد حتى ملي كديروا له السيشوار وداكشي دغيا كيتمشط ليكم، ماشي بحال في الاول. كي كتشوفوا انا خلطته دابا، ودابا غادي نبدا نديروا لها في شعرها. من بعد كي كتشوفوا انا خلطته كيجي على هذا الشكل هذا، دابا غادي نبدا نديروا لها في شعرها. كنبدا من اللور هكذا، حتى بالنسبه للقهوه والبيض كيعطي صفر، كيعطي واحد اللون زويون للشعر. نستمر بحال هكذا تنكمل شعرها كله ونتلاقاو. بعد كي كتشوفوا هاني درت لها كاع شعرها وكنمشطو لها هكذا باش كله كيتقاد. دابا غادي نخليه واحد نص ساعه، نغطي لها شعرها مزيان بواحد الفوطه ونخليه نص ساعه، عاد غادي تغسلو. من بعد كي كتشوفوا خليته نص ساعه، دابا غادي تحيدو باش تمشي دوشو. دابا ها هي غتمشي تغسلو ابخي وغادي تشوفوا كيفاش غادي يجي. من بعد ما دوشات هانتوما كي كتشوفوا كيجي هكا زوين بزاف،
هو باين من الاول يعني ما شاء الله مسرح، وكي كتشوفوه يعني كل سيمانه كديرو، واللي يقدر يديرو جوج مرات في السيمانه مزيان، ولا ثلاثه يعني شحال ما درتوه راه مزيان. معايا كتقرا يعني ما عندهاش الوقت، يلاه السبت ولا الحد كديرو. دابا غادي تمشطو تليسي وغادي تشوفو كي غادي يجي. من بعد ما مشطاتو بالسيشوار هانتوما كي كيجي، كيجي ساهل في المشيط وكيجي زوين بزاف ما شاء الله بحال الحرير. كنتمناكم تجربوا هاد الوصفه، وما تنساوش تابونيو في لاشين ديالي وتبارطاجيوها. لنتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. السلام عليكم.